في اخ سيد دكتور بيسال، يعني يبدو ان هو بيبني مسجد، فبيسال بيقول هل المآذن الخارجيه والفنون اللي هي يعني زخرفه المساجد، يعني هل هذه بدعه لا يجب عملها ام لا؟ يعني هل يعملوا الكلام ده دكتور وما بيبنوا مسجد ولا ما يعملوش الكلام ده؟ الاصل ان احنا لما بنبني مسجد ان نركز في الاموال التي تاتيه في الاشياء المهمه للمسجد. ده بيعتمد على عده عوامل. واحد، اين نعيش؟ نعيشين في بلد مهتمة بالفنون والزخرفة، ربنا موسع عليها، فبنعمل مئذنة عشان يتميز المسجد عن غيره بمئذنة، أي منارة. طيب يبقى هنا اللي بيعتمد، يعني طبعا المساجد دايما تميز بمنارة ولو بسيطة، ده طبيعي. المهم لا ننفق فيها كثيرا بحيث ما تبقاش، لأنه مجرد علامة يتميز البيت ده عن أي الجامع عن أي بيت، تعرفوا إزاي إن ده بيت ولا جامع؟ بالنقوش اللي عليه بالبياض بتاعه بالمئذنة. طيب إذن ده الحكم الأساسي للأمر. إنما الإسراف اللي بيحصل في بعض البلاد، يبقى الناس مجمعين بالأموال وعلى قدهم ومش مئذنة صغيرة، لا ده أعظم منارة وأكبر منارة وأكبر نجف وأكبر مش عارف إيه. طيب وبعدين الناس فين اللي هتصلي؟ مفيش جامع على الفاضي. ده اسمه إسراف وتبذير، ده لا يجوز شرعا. لو أنا ببلد غير مسلم والجوامع فيها قليلة يبقى لازم مئذنة. ليه؟ منين يعرف المسلم ده مسجد؟ أو أباله دور عبادة أخرى وفخمة والبلد والمجتمع مهتم بهذا الأمر، يبقى هنا الإنسان ابن بيئته. المدينة المسجد النبوي لما بنى كان بناء متواضع، لأن بيوت المسلمين متواضعة، الرمل والحصى والفرش والنخيل هو الأعمدة والسقف الجريد والسعف النخل. لو رحت بيوت الناس هتلاقيها قريبة من كده، يمكن متميزة شيء قليل شيئا قليلا. لما بدأ العمران ينمو في المدينة، عثمان بن عفان بنى المسجد، هدم وبناه، عمل إيه؟ بناء آخر، وسع وعمل زي البيوت المبنية. لما نهضت الأمة والحضارة الإسلامية وكبرت، بدأنا نشوف المساجد المزخرفة، قبة الصخرة، المسجد الأموي، جامع الأزهر. ليه؟ معبر كل مرحلة زي البناء. شفنا مسجد محمد علي، القلعة مبني على الطراز الألباني أو العثماني. ليه؟ كانت الحضارة العثمانية إلا قبل المملوك. ليه؟ كل مرحلة زمنية بتعبر عن زمانها على قد الناس اللي عندها وعلى قد ثقافة المجتمع. تروح في العهد السلجوقي المآذن للطوب الأحمر الرفيع ده، كل فترة زمنية وبقعة جغرافية لها ما يميزه. فهنا البيئة اللي بتحكمنا لا فوق طاقة الناس، فما اقدرش اقول بدعة لاني ده مش متعلق بطبيعة المسجد، مش متعلق بالفرش. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصى والرمال، هنصلي على الحصى والرمل في سجاد مختلف. كانوا بيخشوا المساجد بالنعال، ليه؟ رمل وحصى. الان ما ينفعش، اقلع جزمتك بره، لاني سجاد وكليم وفرش مصروف عليهم متعوب. فهنا المجتمع بيبقى المسجد جزء من ثقافه المجتمع.